انت ربي يا ولادك ربي يا ولادك خم تخيطنيش اصاحبي ها تهلكوا الراجل ماشي ميتلي ها هو التليفون. السلام عليكم متابعي قناة جوتا تي في، معكم محمد الزهر واليوم مقلب جديد. هذا المقلب هذا هارب بزاف. اليوم جيت عند واحد الكوبل سميتهم نبيلة ومنير وجيت اليوم باش نقلبهم. انا غادي نكون هو داك الشيطان وما عارفين اني كندير داك المقاليب، ولكن غادي نطيح لهم على واحد النقطه اللي هو التليفون ديالهم باش كيتصوروا. غادي نهرسوا ليهم وغادي نشوف ردة الفعل ديالهم. قبل ما نبداو تابوناو في القناه وفعلوا زر الجرس وديروا توت او اول او الكل. خليكم تفرجوا الفيديو حتى الاخر. صاحبي جرينا حتى لهنايا باش ديروا الفلوق. اش غندير؟ ها؟ واش غنديروا؟ سير عييتي عينا زاج نقصون نجلس كاس مزاونا النيت ها على مزيان شويه وصافي ها شويه كاين مع البحر مع هذيك واخا هذيك الدنيا شويه كاين طبيعه الماء ولكن هنا زوين هنا ريحانه ناس ريحانه ها اخويا الزين زينيانا زين الشمالي زين ديال الجبال زين الشمالي الزين زينيانا هالزين زين الرباطي هالزين لونه شكلاطي بارك الله على خويا قطيط. يا خويا دابا شنو كيفاش قول لي شنو غدير شنو هذا باش نعرف انا شنو كاين شي تصويرات ولا نديرو شي فيديو شي فيديو ها اعطيني شي فكره المهم خو دابا انت اللي درتيها غادي تجي عليك حامضه فهمتي علاش حامضه انا بالنسبه ليا انت صباحا مراتك اللي مطلعك وحق ربي باش نكون واقعي معاك دابا انا كنهضر معاك باللوجيك ماشي كنافقك وماشي كن فهمتيني مراتك اللي مطلعك الا ما كنتيش انت غتكون مراتك حسن في الفيديوهات فهمتيني كنتمنى تكون حسن وانت دابا انت هي كتخسر عليك كتخسر المنظر كما كتقولوا اخاوه شو هي بحالي بحالها فاكر اخويا نقول لك واحد القضيه دابا وليت شويه كتخربقوا كل اللي تزوج بشي مراه يبينها في اليوتيوب اللي تزوج شي مراه يبينها في اليوتيوب شي حاجه عيبه اخويا والعيب هو تبين مراتك اصاحبي باش تطلع على ظهرها الفيوز ولكن الناس باش تطلع على ظهرها لا والله لا عيب دابا لا عيب لا عيب والله لا عيب شوما جيتي عندي دابا عطيت عليا السؤال هذا السؤال غيطرحوا الناس لا انا كنهضر معك واقع انا بغيت نقول لك بغيت نقول لك في ميساج بغيت نقول لك في ميساج شوف ودابا كترضخ عليا التليفون ديالك ولا هذا دابا شويه حنا رضخناه ماشي جي عندي غنبقى تفلسف علينا وهبط يدك اصاحبي اخويا دابا حنا كنها غير كنهضروا غير ودابا انت تسكب على انا كنهضر انت باغي تصلب عليا انا طبيعتي تيسك شي بعدا تيسك شي خليني كنحترمك بعدا هذه اول حاجه اول حاجه كنحترمك حيت درتي معايا واحد اللقطه نهار جيت هذوك التخنزيرات هذوك الشوفات اللي ماشي هما هذوك زعما ما عرفتش كيفاش جيت كان ولا ما كنهضر بالاداب فهاد شوف هاد شحال من دقيقه كنت كتهضر تخسر في الهضره ما كنخسرش في الهضره انا كنهضر معاك نيشان ودابا هبط يدك اصاحبي هبط يدك باقي ما تخسرش ضربتيني باقي ما تخسرش الهضره هضر معايا قول الناس كان ما هضرتش معاك دابا انت ودخلتي لنا ما تضربنيش اصاحبي ما تضربنيش صاحبي ما تضربنيش باغي تحقرني ما دابا حنا كنهضر ماشي دابا انت غادي تحقرنا دابا انت اللي حقرنا واش حنا قلنا ما تضربنيش اصاحبي ودابا قلنا لك شي عيب دابا هبط ايدك وهضر وما تضربنيش علاش ضربتيني دابا شوف الاولى والثانيه والثالثه غنضرب دابا انت جاي تحقر علينا حنا حنايا ساكتين جاي تحقر علينا زعما دابا جبناك وبغيتي نبغي دابا انت دابا انت كتسمع المراه دابا علاش عندي انت شنو سحر علي ولا شنو سحره باينه سحر علي والله الا باينه سحر علي تبارك الله لا باينه سحر علي والله الا سحر علي كاين شي مراه كتدخل في اليوتيوب الخاوه كاين شي مراه كتدخل في اليوتيوب كيضرب ربي ولادك ربي ولادك خم تقيسنيش اصاحبي مالك واصل مالك غنقول لك ما تقيسنيش ما تقيسنيش كنهضر ما تقيسنيش نهضر معاه بالصواب نهضر بالصباح وانت كتنقز ما تقيسنيش وعمد حيدها هاد الصباح باقي ما عرفتك ياك اه خلي بقينا خلي والديك بعاد وخلينا دابا شوف علاش جي عندي ما تقيسنيش ملي نهضر معاك علاش جي عندي وما تقيسنيش الخرا
اخاي ديالي يا اخي شنو كان دابا هي مراه هي مراه جايه كتشنو زعما شنو شنو كنعرفو بعضياتنا شنو زعما شنو دابا تكون طوال على الاخر شكون يلا قول هضر صاحبي كنهضر معاك خزان الاخر سي حسن انت اش ديك طويل زعما انا طويل وانت طويل الله سبحانه لا ما طويلش حتى انا شنو جايين تهدوا عليا انا جاي انا جيت نهضر دابا تيجي عندنا عينا خاي دير وما كتبقى وعاد زيد كتفلسف عليا وعاد زيد كتهضر مع المراه هضر معايا انا هضر معايا الراجل انا شتي انت صاحبي خويا انت والله الا كضحكني بلاتكم ما جاوبش نضحكوا دابا حنا ماشي كدير والله الا كدير الشوا في راسو هذاك التيك توك شوف شوف كندير نضحكوا في التيك توك شنو كدير شكرا لك كندير ماشي غير شكرا لك اش كدير والله كضحكني كدير الشوا طبق عاد بقا تهضر معايا انا لا صافي جلس جلس نشوف فيك شوف بعدا صوتك انت اختي نبيله الله يحفظك ما قلتي الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير ما قلتي دابا عرفتي انت اش كتبان ليا اش كنبان لك شيميتلي شيميتلي والله الا بحال مبنت منيتك الساط مالك منيتك وماشي انا الساط انا باينه فيك الساطان هو هي ديك العوينه الطور خرجوا خرجوا دراع زعما خرجوا دراع تقدر على راسك دابا انت جاي من الليل ها تقدر على راسك تطيح لنا حنا المعنويه حتى ما كيطيحناش المعنويه دابا عطيني واحد لابيل الله يجازيك بخير اي ابيل كيتسالى ليا لا ما كنسالاش لك الا جات على خاطرك ممكن ابيل لا جات على خاطرك ايش ابيل الا كان ممكن لا ماشي ممكن انت مصلحتك تقصر في الهضره وتهضر مع مع المراه قصرت عليك الهضره اختي وقتك طول يدك طول يدي وعطيني اي ابيل اخويا صافي باش ما نطولوش في الهضره يا ابيل الله يرحم لك الوالدين الا جات على خاطرك لا ما غنعطيكش الله يكبر بك الله يسرك ما يرحم الوالدين انا رحمت لك الوالدين الا كنتي مازال فيك شي شويه الخير وشويه الانسانيه عطيني ابي دابا انت فيك الخير دابا ما فيهاش الخير انا عطيني ابي لا والله ما فيها الخير ابي الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بالخير اش غادي علاش ابي لا ابي الله يسلك عادي يا ابي كنعرفوه ابي لا صاحبي عادي يا مالك ما كتثيق شويه ولا شنو راه دابا هضر مع هضر دابا انا غادي نهضر انا نهضر دابا نبيله قولي له داكشي اللي قلتي لي بعدا في الانستغرام قولي له شنو نقول لك قولي له داكشي اللي قلتي لي في الانستغرام عاودي له ديك الساعه انت درت مع بنا خويا اصلا انت كنناقش ياك انت يا نبيله عياش ولا ما عرفت باش داخله عياشه المهم داخله بالعربيه نبيله شي حاجه ودايره التصويره انت وراجلك كاينه ولا ما كاينه لا قادك ديال ديالك لا تليفوني هذا ما كيقرب لي حتى واحد ما كتدخلش هي لي عندها الانستغرام هي لا ما عندهاش صيفطات لي ولكن ما كتدخلش بها التصويره ما عندهاش صيفطات لي في الانستغرام اصلا انت خويا صيفطات صيفطات لي في الانستغرام لا صيفط خليني دابا من التليفون ديالك انا صيفطات لي في الانستغرام شوف لك هذا ورج التليفون شوف صيفطات لي في الانستغرام عندك شي دليل كاين دليل يلاه فين الدليل قولي له انت شنو كاين ياك نتوما جبال ما كتكذبوش ما كتكذبوش يلاه قولي له قولي له شنو كاين ماني له دليل ما عنديش شي دليل باش نوريه لك اصلا فين هو الدليل دابا هذا هو التليفون باش كتصور الفلوغات هذا هو التليفون مالك هو هذا ها شوف الله تقرب لي تنطيحو الارض ضربك نلوحك ليه ها اش بان لك ديك الدجاجه اش بان لك ها اش بان لك اش بان لكم يلا شحال تعطيوني دوك الفيديوهات اللي كديروا وكذا كيكون راجل ها شحال كون راجل ماشي مثلي ها هو مالك مالك اهي اهي غنهضر معاك 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 ويلي تهرس ويلي 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 والله الا كاميرا خفيه درت الكاميرا خفيه بالله شريك تليفون والله حتى نشري والله حتى نشري تليفون بلاتي بلاتي قبل ما نكملوا هذا الفيديو ما تنساش تدخلوا عندي الانستغرام وتفولوا معايا ولا كنتوا باغيين نعوم في البحر كتبوا لي في التعليق قطيت عوم في البحر وغادي نحط ستوريات في الانستغرام العز بكم اخوتي ما يبرد الله يرحم لك الوالدين ما غير برد اقسم بالله الله يسرك راه عرفتي راه والتليفون تهرس ما عنديش صافي اصاحبي التليفون انا غادي نشري لك تليفون ماك شنو المشكل ما تشريش لينا كخليتنا غادي لنا جديد اش كدير تهرسوا لينا والله ما كان جديد شكون كان المشكل غير ابل واش كان غير ما قولك ها واش كيفين كان انا عييت ما ندير بغيت نشعل لكم ما بغيتوش تشعلوا هذه هي الطريقه باش نقلقكم صافي سمحوا لي والله الا سمحوا لي هذا في اطار المقلب انتم ياك بلاد الدومين وكذا وكتعرفوا في المقاليب وهذا لا ما كنعرفش المقاليب بحال هكا ما كنعرفوش المقاليب التراز ديال شي حاجه ما كنعرفش المقاليب بحال هكا المقلب ما كيكونش بحال هكا
ما تعورني يا صاحبي. ما كاش فيها كاع؟ وين مقلبت التراس؟ واش فيها الا هرس؟ ها؟ نهرس لك البنية؟ اصاي نهرسك نعوجك. تعزيز عليك بنتك بالرجولة، عزيز عليك؟ ونطويك الكمارة دي. كضحكتني انت وحق الله. ميت لي كاع. الله يرحم الوالدين مقبولة منك. ترجع شوية الله يرحمك. نقول لك شاذر، أنا هي التليفون. مالك أصاحبي؟ والله إلا كضحكني. دابا أجلسوا أجلسوا، الله يكبر بكم وسمحوا لي بزاف، أنا جيت من كناس وتبسلت عليكم هنايا في الرينكون، أنتم ولاد تطوان، ياك أنت مين أنت؟ دكالي أنت؟ باينة فيك دكالية حارة أخويا، شو كتخنزر؟ الله إلا عزيز. ويلي 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 سمح لي بزاف. الله يلا سمح لي. جيتي عندنا. سمح لي بزاف سمح لي بزاف. ودايما مقلب درتو فيكم اختي نبيله سمحي لي. والله العظيم الكاميرا شوفوا راه هي الكاميرا. سمحوا لي. بغينا نجلس شوف إلا كنتو تبردوا صافي نسى التليفون. المقلب هذا عاود. نسى التليفون. نسى التليفون. المقلب كنت شفت التراس ديال الحاج. ويلي ويلي نسى التليفون. كنعرفوك درزنا التليفون. ونسى التليفون أصاحبي أنا غادي نغرم لكم التليفون ديالي. دابا كون ما كناش نعرفوك شنو شكون شي واحد ما كيعرفكش ولا. ديك الساعة دير اللي بغيتي ديك الساعة سير دعي للمخزن ولا هذا. مال التليفون مال. خوتي من بعد المعاناة الطويلة ديال الإقناع أقسم بالله إلا شي نص ساعة وأنا كنبرد فيه وهاد التيلي شوف ها مصدوم مع التليفون. اسمح لي اسمح لي اسمحوا لي بزاف. الخوت بلا ما غادي نطول عليكم بركة هادشي هذا اللي شفتو أعصابي وخا تشوفوه كار أعصابي وخا الضحك والنشاط راه أعصابي بزاف صراحة خوتي هاد الناس هادو محتاجين الدعم ديالنا أنا كنعرفهم مزيان ومحتاجين الدعم ديالنا ماشي تهرسني تليفون. واخا خليني نكمل عافاك الله يسترك. ما كرهتكمش أخوتي تعاونوهم على قبل هاد البنية ريحانة وعلى قبلي انا الا جات على خاطركم دخلوا عندهم. انا اخويا كنطيب واخا عملتوها فيليا ماشي مشكل الدنيا هانية شكرا لكم بزاف. لا ماشي من دايرها بينا. نقول لهم يدخلوا عندك. المهم شكرا الخوت شكرا كنت منكم دعمونا ودخلوا عندنا حيتاش عاد بادين في اليوتيوب واخا بغيت نشكره ولكن ما يسهلش الشكر على حساب التليفون هو سبحان الله كيت هو نقول لك جا عندنا وتعاون معنا ودار مجهوده ولكن باش جا التليفون يهرسوا لهنا خاصو شي نطحه للراس هذا. شكرا ولكن هو غيصايبو وكيف ديما الا كنتو مازال ما تفرجتوش الفيديوهات اللي فاتوكم ها هما هنايا تفرجوا فيهم تهلاو.